طب يا شادي انت بتطالب بايه؟ يعني انت بتطالب بايه يا شادي؟ انا بطالب يا جماعه اللي يعني انا برضو شايف ان شخص اللي انا مناسي هو مين يعني فكروني، اللي قال من حق الانسان ان يعبد او لا يعبد، وده امر ما يصحش نتدخل فيه اطلاقا، وحق يعني عقلاني، راي عقلاني فعلا، وكل الاديان اللي انا فاهمها. يعني انا قلت عليه الصلاه والسلام النبي، وانا مش ضد الحاجات الحلوه في المسيح، يعني المسيح اعظم حاجه قالها قال الانسان اهم من السبت، الانسان اهم من السبت واهم من القانون والديني تحديدا. فده شيء عظيم جدا، لان انت لما تقرا في الكتاب تلاقي يهوه وتلاقي قتل الاطفال والرضع وحاطط عقله بعقل البهايم والاطفال والرضع ورجال والنساء، وما عنديش مشكله مع رجال والنساء والبهايم، مش مشكله في 60 ده، لكن اطفال ورضع يعني حتى لو يعني طبق ولا يقول كده من بقه، فصعب اما انا الاقي انجيل لوقا في بيقول على لسان ملك بشكل يحتذى به. انا ما اقبلش ان هذا الشخص العظيم يقول من يقول كل الذين يريدون ان املك عليهم اتوا بهم واذبحوهم امامي، واحده ست غلبانه وانت بتقول لي ده مكارم الاخلاق وبتقول لي ده هو لا، واحده ست غلبانه وبعدين يقول لها بلح البنين، قال ايه؟ قال حاجه البنين، لا خبز البنين، خبز البنين لا يطرح للكلاب، للكلاب ويبن الافاعي، يعني اما يعني انا فالعلبه ما فيهاش فيل، انت حاططني في هذه البلد في مقصله، يعني موتني وخلاص على كده، موتني وخلاص على كده. لكن انا لو في عدل بصراحه الشخص يدوروا على شخص، مين الشخص اللي قال من حق الانسان ان يعبد او لا يعبد، وده امر ما يصحش يتدخل فيه اطلاقا. والمصيبه ان لو كان هذا الشخص اللي قال كده في منصب رئاسي مثلا او منصب ذات سلطه، فهو يقول كده اخد بالك، وبعدين يقوم عامل قضاء وقضاء يحكم بالعكس، فده شخص مجرم. فياريت القضاء المصري يعاقب هذا الشخص اللي قال من حق الانسان ان يعبد او لا يعبد، وده امر ما يصحش ندخل فيه اطلاقا، لان في تجاوزات حاصله في مصر كامله جدا. ارجو ان انتم تتابعوني على قناتي على اليوتيوب النهارده، انا هحاول ان انا احط الفيديوهات دي واضيف فيها التفاصيل برضو، بحيث ان احنا حريه. ما ينفعش مثلا اداره التيك توك يعني انا عايز راي اللي هو الراي الديني موجود والراي اللي هو بينقض في هذا، لانك انت بتضطهدني باسم هذه الدين، انت بتضطهدني باسم هذه العلبه اللي يكون فيها فيل، فانا مش شايف ان ما فيهاش فيل، فبقول مش انا اللي دخلت نفسي في اوضه في كفر الدوار وانت كذا ولا كذا، مش انا اللي عملت، فانتم بتضطهدوني. انت النهارده قاعد بدون مرتب 3 سنين، فانت بتضطهدني وبتاخد حقي وبتظلمني.